المسائية من الميادين. سلام الله عليكم وإلى عناوين ملف اليوم. هناك معادلة حقيقية، هناك قواعد اشتباك قائمة وموجودة، نحن نريد الحفاظ عليها ونريد تثبيتها. سيد نصر الله يؤكد استمرار قرار المقاومة بالرد على استشهاد أحد مقاتليها في سوريا. وإسرائيل ستدفع ثمنا بحجم الجريمة التي ارتكبتها إذا كانت قد ارتكبتها. سيد نصر الله يؤكد أنه كان هناك مخطط لإسقاط الدولة الأسبوع الماضي، ويصف الحديث عن حكومة حيادية في لبنان بأنه مضيعة للوقت. ما أقدمت عليه دولة الإمارات هو خدمة انتخابية سياسية شخصية لرئيس ترامب. سيد نصر الله يصف الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي بأنه يثبت أن بعض الأنظمة العربية خدم عند الأمريكي، وأن توقيته يخدم ترامب ونتنياهو. حرب تموز كشفت مستوى الترهل في المنظومات العسكرية والسياسية الإسرائيلية. هذا ما يؤكده الأمين العام لحزب الله في الذكرى 14 لنصر تموز. سيد نصر الله جدد تأكيد المعادلات. المقاومة هي الوحيدة التي تحمي لبنان وتثبت توازن الردع الذي أرسته في انتصار تموز. وفي هذا السياق كان قرارها بالرد على مقتل أحد عناصرها في سوريا، مؤكدا أن الهدف هو تثبيت قواعد الاشتباك. نصر الله تطرق إلى اتفاق أبو ظبي وتل أبيب، فهو لم يكن مفاجئا، إنما ظهر من السر إلى العلن، لكن توقيته أكد أن بعض الأنظمة خدم عند الأمريكي. نصر الله كان حاسما بأن حزب الله لا يمكن أن يسكت عن جريمة المرفأ إذا ما ثبت أن إسرائيل قد ارتكبتها، كاشفا أن البعض كان يخطط لإسقاط الدولة مستغلا كارثة مرفأ بيروت التي باتت وجهة لحركة دبلوماسية كثيفة. شاهدنا في مسائية الليلة، نستضيفنا في الاستوديو مدير مركز دال للإعلام أستاذ فيصل عبد الساتر. معنا أيضا من نابلس البروفيسور في الفلسفة السياسية الدكتور عبد الستار قاسم. ومعنا من لندن مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في جامعة كامبريدج دكتور مكرم خوري مخول. شاهدينا نبدأ من الموقف الأول، حيث قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حرب تموز كشفت حقيقة إسرائيل ومستوى الترهل في منظومتها، مؤكدا أن نتائج الاستراتيجية لحرب تموز هي إفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت الحرب على لبنان جزءا منه. أن حرب تموز كشفت حقيقة الكيان الصهيوني، كشفت مستوى الوهن والترهل في منظوماته القيادية السياسية، في منظومته العسكرية، في جيشه، في منظومته الأمنية، في جبهته الداخلية، في قدرته على التحمل، في قدرته على الصمود. ولذلك هو لجأ إلى العالم من أجل أن يوقف الحرب ويحاول أن يحصل ولو على بعض من ماء الوجه. هذا الانكشاف ونتائج هذه الحرب تركت آثارا عميقة ما زلنا نراها الآن بعد 14 سنة، في تصريحاتهم وفي أدبياتهم وفي لغتهم وفي تجهيزهم العسكري وفي تدريبهم وفي مناوراتهم وفي خططهم للحرب المفترضة مستقبلا وللجبهة الداخلية. هذا التأثير العميق 14 سنة ما زالت آثار الهزيمة العسكرية والأمنية والسياسية والنفسية التي لحقت بالكيان الصهيوني حاضرة وبقوة في هذا الكيان. أستاذ فيصل عبد الساتر، أسعد الله أوقاتك بداية، أحييك. والخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله اليوم تدرج فيه أو تحدث فيه من حرب تموز والمعادلات الاستراتيجية التي كانت سائدة في ذلك الوقت ونتائج الحرب، خلاصات في هذه الحرب والانتصار الذي تحل ذكراه اليوم، وبعدها تحدث عن الوضع الإقليمي والتطبيع مع إسرائيل، مرورا بالداخل اللبناني وما حصل في مرفأ بيروت. قبل أن ندخل في التفاصيل، في هذه التفاصيل أو في هذه العناوين التي تحدث عنها الأمين العام، إذا ما أردنا أن نختار عنوانا أو أردنا أن نختار جملة
لهذا الخطاب؟ ماذا يمكن أن نلخص، يعني ماذا أراد الأمين العام لحزب الله أن يقول من خلال هذه الإطلالة اليوم؟ مساء الخير أو لك ولضيوفك والمشاهدين. اسمح لي أن أعبر عن فرحتي المثلثة الليلة بأن أكون ضيف قناة الميادين، وأن أكون أيضا معلقا على خطاب سماحة السيد نصر الله، وأن أكون أيضا في 14 آب في هذا اليوم العظيم. إذن الفرحة مثلثة، على القناة وفي خطاب سماحة السيد وأيضا في 14 آب العظيم. في رأيي يعني ربما يكون أجمل وصف لهذا الخطاب أن إسرائيل لا تزال بعد 14 عاما إلى الآن تعيش حالة القلق والرعب والخوف من المقاومة، وأن كل ما فعلته إسرائيل مع كل الدول والعواصم الأخرى التي حاولت أن تحاصر المقاومة في الداخل اللبناني عبر مشروع طويل عريض يعني بدأ ولم ينتهي حتى هذه اللحظة، لم تلقى أي نجاح على الإطلاق حتى مع استغلال ما حدث في بيروت في 4 آب منذ أيام قليلة، وأن هذا التفجير سواء كان حدثا عرضيا أو احتمال أن يكون هناك فرضية أخرى حتى الآن لا نعرفها، أن هذه العواصم وهذه الدول لم تستطع أن تفعل شيء، وجزوة المقاومة لا تزال هي الأقوى وهي الأقدر وهي التي تفهم الإسرائيلي وغير الإسرائيلي أنه ما من أحد يستطيع أن يلوي ذراع هذه المقاومة وإرادتها. والرسالة الأبرز في هذا السياق تحديدا أن العدو الإسرائيلي لا يزال يعيش حالة الانتظار والهلع والخوف منذ استشهاد الشهيد في سوريا حتى هذه اللحظة، ودون أن يكون هناك أي رد من حزب الله حتى هذه اللحظة، وهذا جزء من العقاب. يعني شوف هذا المصطلح شو مهم، يعني وكأن المقاومة هي الأستاذ وإسرائيل هي التلميذ والأستاذ يعاقب التلميذ الآن. طيب دكتور عبد الستار قاسم، عندما نتحدث وأشار الأمين العام لهذه المسألة وهي تم الحديث عنها أو يتم دائما الإشارة إليها عندما يتم التوثيق لحرب تموز، تحدث عن إسقاط مشروع كان يراد لهذه المنطقة ومشروع الشرق الأوسط الجديد، وأنه كانت حرب تموز هي نقطة البداية ومن ثم سوف يتم تطبيق الخطة أو النموذج بإسقاط أنظمة في سوريا في إيران وترتيب المنطقة وفق الهوى الأمريكي. سقط هذا المشروع بحرب تموز، لكن أنت تعلم أيضا دكتور بأنه هذا لم يكن نهاية المطاف، فتحت مشاريع أخرى. 2011 كان في سوريا فيما بعد الضغوط القصوى وإلى آخره، المشاريع لم تنتهي. ماذا يمكن أن نلخص أو نشخص الآن الواقع الراهن في ظل هذه المشاريع اليوم؟ بمعنى سقط مشروع الشرق الأوسط الجديد في حرب تموز، لكن ماذا عن البقية؟ نعم في الكلمة. أولا تحياتي لك أستاذ الله. كمال، وتحياتي لضيفيك الكريمين الأستاذ فيصل والدكتور مكرم. نعم، بدي أولا أعتدي على حق الدكتور فيصل قليلا. يعني لو أردت أن أضع عنوانا لخطاب الليلة لقلت إن إسرائيل في أزمة وجود. نعم، وهي فعلا في أزمة وجود. أزمة وجود من الناحية النفسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية إلى آخره. نعم، إلى درجة أن العديد من الكتاب الإسرائيليين سواء كانوا كتاب إعلاميين أو أدباء أو ما شابه ذلك، والعديد من القيادات العسكرية أيضا تتحدث عن تحدي وجود الكيان الصهيوني حاليا، أنه نحن في خطر، وربما وهذا سنأتي إلى شرحه أيضا أعتقد خلال هذه الحلقة، وهذا ما يسرع تقرب العديد من الأنظمة العربية من الكيان الصهيوني لدعمه حتى لا يسقط. لأن إن سقط الكيان الصهيوني فمعنى ذلك من الذي سيحمي هذه الأنظمة؟ أمريكا بعيدة، الكيان الصهيوني قريب وبالتالي يجب المحافظة عليه. فهذا التهالك العربي على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني له ما يبرره فيما يتعلق باستمرار وبقاء هذه الأنظمة العربية. لكن على أي حال، الآن في هذه المرحلة ما نراه هو هستيريا أمريكية إسرائيلية لمحاصرة المنطقة والقضاء على كل الأصوات المقاومة. نعم، في هستيريا،
لأنهم يشعرون بالخطر الشديد. الشرق الأوسط الجديد انهار، وبعد انهياره في 2006 كنت أول من الناس أو من الناس الذين كتبوا في هذا الموضوع. نعم صحيح. إنه نحن ننتظر شرقا أوسطيا جديدا، ولكن بقيادة المقاومة العربية الإسلامية. يعني أمريكا لم تعد قادرة، ولو كانت قادرة لتدخلت في لبنان والكيان الصهيوني. لكن ألا تعتقد دكتور عبد الستار، ويمكن يعني لا نتوسع كثير في هذه النقطة لأنه في كثير من المواقف الليلة يمكن مراجعتها، لكن ألا تعتقد أنه المشروع صحيح يعني وجهت له ضربة قاسمة وفقا لنتائج حرب تموز، لكن جرى تطبيقه بعد ذلك بأوجه مختلفة؟ يعني عندما نرى اليوم سوريا بهذا الوضع، نرى ليبيا، نرى العراق، الوضع العربي الراهن، تطبيع واللغة السياسية، الثقافة السياسية الموجودة الآن في النظام الرسمي العربي وغيره، نجد بأنه تم وكأنه صحيح في حرب تموز لم يمر المشروع انطلاقا من لبنان، لكنه أخذ أشكال أخرى فيما بعد. نعم، وسيأخذ أيضا أشكالا مستجدة مع الزمن. كلما فشلوا في موقع يبحثون عن مواقع أخرى. وأنا أذكر أنه حاولوا صناعة فتنة سنية شيعية في العراق، على وعسى أن تمتد إلى مختلف أرجاء الوطن العربي. نعم. وتضرب لبنان خاصة، لأنه إذا نشبت حرب أهلية في لبنان فمعنى ذلك أن المقاومة اللبنانية ستضعف، وهذا من مصلحة الكيان الصهيوني. نعم. وأقاموا بالمجازر وما شابه ذلك، وإذا انتصرت الآن سوريا واستتب الوضع فيها، وكذلك العراق، وخرجت لبنان من مأزق الحرب، من مأزق الدفع باتجاه الحرب الأهلية، فسنجدهم يحاولون بأشياء أخرى. يعني لن يتوقفوا إطلاقا. لكن أيضا في المقابل يجب دائما أن نفكر في الخيارات التي يمكن أن يتبعونها من أجل إضعافنا، حتى نتلافاها قبل وقوعها. نعم. طبعا يعني عام 2011 للأسف الشديد إحنا لم نكن على قدر كبير من الفطنة لكي نتجاوز ما يمكن أن يحصل، لكن على أي حال كونه حصل، لكن اللي حصل يعني كبير يا دكتور، أنت تعرف يعني ما حصل. نعم. كان كبيرا جدا جدا. يعني أنت عم تتحدث عن تحالف دول إقليمية مع قوى دولية، مع غرف عمليات على الحدود، ما كان حدا يتصور يمكن أن يحصل هذا، مع أنه كان نعم. في النموذج الليبي يعني في ذلك الوقت، لكن ما كان حدا يتصور أن يحصل هذا بهذا التنسيق، بهذه الضخامة، بالحملة الإعلامية الكبيرة التي شنت، بحملة التضليل إلى آخره، بالتسليح، بنقل المقاتلين إلى آخره. بكل الأحوال دكتور عبد الستار، دكتور مكرم خوري، سأخذ رأيك في هذه النقطة، لكن إذا سمحوا الزملاء أن نعرض أيضا ما قاله الأمين العام في موضوع توازن الردع الذي ثبتته حرب تموز، واستمر توازن الردع هذا إلى يومنا هذا، و فرضت المقاومة بعد ذلك قواعد اشتباك جديدة على أساسها كان في توتر على الحدود في الأسابيع الماضية. سنتابع ما قاله الأمين العام ثم نعود. إنجاز 2000 هو التحرير، إنجاز 2006 هو الحماية من خلال توازن الردع. بعد 2006 هلأ 14 سنة إلى اليوم الإسرائيلي يعرف تماما، هلأ بيبعت مسيرات بالسماء، بيطلع بسماء لبنان، بيعمل بعض الخروقات. على كل حال هذا أمر يجب دائما أن نفتش له عن علاجات ومسؤولية دولة بالدرجة الأولى. ولكن ما كنا نشهده من اعتداءات إسرائيلية صغيرة أو كبيرة منذ ما قبل 1948 إلى 2000 إلى ما بعد 2000 إلى 2006، هذا الموضوع وضع في إطار. اليوم هناك معادلة تحمي لبنان اسمها توازن الردع، وهذه المعادلة تقوى يوما بعد يوم وتشتد يوما بعد يوم من خلال تطوير عتادها وعدتها وعديدها وكفاءاتها وقدراتها البشرية والعسكرية والمادية. وهذا ما يعرفه الإسرائيلي وأسياده ويخشون منه ويحذرون منه. طيب، هاي المعادلة اليوم اللي حامي لبنان، وما في شيء تاني حامي لبنان،
المعادلة الذهبية جيش شعب مقاومة، المقاومة بشكل أساسي من خلال معادلة وادع هي التي تحمي لبنان، لا جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي اللي صار اسمه التعاون الإسلامي ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي ولا القرارات الدولية، واللي عنده كلام آخر فيه يطلع ويحكي فيه. دكتور مكرم خوري مخول، حياك الله. وفي هذه النقطة تحديدا، يعني عندما نتحدث عن قواعد اشتباك، كانت قواعد الاشتباك كنموذج يعني في العام 96 كانت، أو تفاهم ما عرف بتفاهم نيسان في ذلك الوقت، أن لا يتم استهداف مدنيين من الطرفين، يعني أن يتوقف استهداف مدنيين وتكون المقاومة وإسرائيل في مواجهة عسكرية مباشرة. اليوم قواعد الاشتباك كما يطرحها حزب الله وكما فرضتها المقاومة، أي مقاوم، وليس أي مدني فقط، أي مقاوم، أي كادر في حزب الله تصيبه إسرائيل أو يستشهد على بقصف إسرائيلي أو بغارات إسرائيلية، فإن المقاومة سترد مباشرة. وهذا كان سبب الاستنفار على الحدود فلسطين المحتلة خلال الأسابيع التي سبقت يعني الأحداث التي جرت في لبنان، أو الأحداث طغت عليها. بالتالي هنا دكتور، أي فارق أصبح الآن في قواعد الاشتباك؟ وهذا يعتبر إنجاز، يعتبر تطور في قواعد الاشتباك، وكيف يمكن الحفاظ عليه بتقديرك؟ مساء الخير أستاذ كمال، وأيضا للزميلين الكريمين. اليوم وبشكل خاص، وكما تعرف أتخصص أيضا في الإعلام السياسي أو بالأساس، جلست وشاهدت السيد أو خطاب السيد حسن نصر الله، وبدا لي، ودائما نحن نتحدث عن علم النفس والخطاب السياسي وبنية الخطاب، ولكن بدا شيئا مثيرا إيجابيا، كان هادئا مرتاحا واثقا واضحا، ولكن أكثر من ذلك أستاذ كمال، وأنا بشكل متواضع قمت بتفكيك هذا الخطاب. هذا الخطاب لم يكن خطابا عاطفيا على الإطلاق، بل حمل في ثناياه أولا الأنا الذاتية الإنسانية، أنا حسن نصر الله الشخص المواطن اللبناني، وكان متواضعا في طرحه، صريحا في أسلوبه وفي لغة الجسد أيضا. ثانيا، كان بانوراميا من حيث التحدث على الإقليم، إذ خرج من الأنا الذاتية وحتى من المقاومة اللبنانية وتكلم عن الوضع بانوراميا. وهنا تطرق إلى أمرين أساسيين. نعم. الأمر الأول، قال نعم، نحن قمنا بإشهار المقاومة وعلمنا العدو درسا وقت التحرير في عام 2000، ولكن تكلم عن مسألة استراتيجية كبرى، وهي، وهذا عادة يقولون في قواعد العلاقات الدولية، يجب أولا أن تشهر، يعني تلونش، وثانيا ما يسمى بالمينتنانس أو الديمومة. هنا السيد حسن نصر الله اليوم أطلق اليوم فكرة جديدة، ولا بل رسخ مفهوما، وهو أن المقاومة تمت أو هي نجحت في أن تكون أو أن تحافظ على ديمومتها أمام العدو الإسرائيلي ولمدة عقدين من الزمن. هذا بحد ذاته، هذه الديمومة هي بالأحرى المكون الرئيسي لميزان الردع ولهذه المعادلة التي تخشاها إسرائيل لغاية هذه اللحظة، إذ أنه قال لهم نحن هنا في المرصاد لكم، وسنشن الغارة الشعواء عندما نريد، متى نريد، كيفما نريد، وأنتم فقط ممكن أن تلحقوا بنا. هذه معادلة مهمة، المحافظة على ديمومة المقاومة اللبنانية والمسك في النبض ووضع الإصبع على الزند، أي أن الهيمنة على اتخاذ القرار السياسي العسكري أصبحت في أيدي المقاومة، وهي التي تقرر
قواعد الاشتباك أيضا. يعني هنا أستاذ فيصل، بس تعليق قبل أن نذهب إلى موقف آخر، تلخيص لموقف الحزب في ما جرى مؤخرا، يعني استهداف أحد كوادره في سوريا والتوتر الذي جرى، غطى عليه قصة انفجار، كارثة انفجار المرفأ، لكن اليوم الأمين العام عاد وأكد أنه سيكون هناك رد، وهذا الرد ليس استعراضيا أو لإثبات قوة أو لإثبات أو لتحقيق نصر إعلامي، بقدر ما هو المحافظة أو على المعادلة. على المعادلة صحيح، وهي يعني كما تفضلت أنه معادلة الردع أضيف إليها يعني جملة أخرى، وهذه جملة مهمة، يعني ما أفردته في التعريف عن هذا الموضوع بأن استشهاد أي مقاوم أو الاعتداء على أي مقاوم سيكون هناك العين بالعين، هذه معادلة مضافة إلى معادلة الردع. اليوم أنا استخلصت يعني موضوع مفردة العقاب، وهي مفردة جميلة جدا، أنت بتعرف ثنائية الجريمة والعقاب، يعني إسرائيل ارتكبت جريمة فعلى المقاومة أن تعاقب هذا المرتكب، هذه مفردة مهمة جدا إذا ما أدخلت الآن إلى المصطلحات. لكن أريد أن ألفت يعني ما ذكره الدكتور مكرم مهم جدا عن موضوع الإشهار والديمومة. الديمومة لها علاقة بأصل المشروع، فالمقاومة صاحبة مشروع، يعني المقاومة لم تكن ردة فعل فحسب، هي كانت ردة فعل منذ بداياتها، لكنها أصبحت مشروعا، مشروع استنهاضي على مستوى المنطقة. من هنا عندما يتحدث السيد نصر الله لا يتحدث فقط باللسان اللبناني، وإنما يتحدث باللسان العربي، لذلك كان الخطاب بانورامي على جملة من الأحداث المهمة التي تؤشر إلى هذا المشروع الأساسي. منها أستاذ فيصل ما يتعلق بالتطور الأخير يوم أمس، العلاقة يعني إعلان العلاقة الرسمية بين الإمارات وبين إسرائيل. سنتابع الجزء الذي علق فيه الأمين العام لحزب الله على موضوع التطبيع والاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، ماذا قال بالضبط؟ نتابع. خرج من الاتفاق النووي مع إيران بأمل إسقاط إيران فلم تسقط وصمدت، راح على كوريا الشمالية ما وصل على محل، بموضوع الصين ما وصل على محل، صفقة القرن رفضها الفلسطينيون بالإجماع، ما حظيت بأي فرصة حقيقية للاعتراف فيها. 1 2 3 إذن يحتاج إلى إنجاز. طيب مين جاهز يقدم الإنجاز؟ هذه الأدوات الإقليمية الموجودة في المنطقة. ما أقدمت عليه دولة الإمارات هو خدمة انتخابية سياسية شخصية لرئيس ترامب مشان يستفيد منها بالانتخابات. هذا التوقيت في أضعف لحظات الرئيس ترامب الانتخابية بحسب كل استطلاعات الرأي في أمريكا، وأيضا خدمة شخصية وانتخابية لنتنياهو. دكتور عبد الستار قاسم، رأيك بهذا التشخيص؟ نعم، إلى حد كبير هو صحيح، لكن هناك نقطة مهمة في هذا المجال، إنه القضايا الخارجية القضايا الدولية لا تهم الأمريكيين كثيرا. يعني ما يحدث مع كوريا الشمالية أو مع إيران أو مع بحر الصين الجنوبي وإلى آخره ليست قضايا في ذهن الإنسان الأمريكي اليومي، إنما تسيطر عليه القضايا الداخلية. بمعنى أنه مثل هذه القضية، نعم هي ستفيد ترامب انتخابيا لكن ليس إلى درجة كبيرة. أما هي ستفيد نتنياهو أكثر، نعم صحيح. السبب أنه الجمهور في الكيان الصهيوني يتابع القضايا الدولية والقضايا الخارجية باهتمام شديد، وبالتالي أي إنجاز على المستوى الخارجي يؤثر على الرأي العام في داخل الكيان الصهيوني. فالاستفادة الصهيونية من هذا الذي حصل من قبل الأمارات أكثر بكثير من الاستفادة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هنا إنما ترامب سيستفيد جدا في هذا المجال في خطاباته الانتخابية في مختلف الولايات. نعم، هنا دكتور مكرم مخول، الصورة قد تبدو صادمة لكثير من المتابعين. صحيح اليوم المواطن العربي ما عاد في شيء يصدمه بصراحة، يعني ما عاد في مفاجآت بالعالم العربي، لكن أنه من أجل انتخابات أو لتحسين صورة يعني التقدم في الانتخابات سواء كان الأمريكية أو معالجة مشكلة داخلية، نتنياهو يؤتى بدولة عربية وتعمل علاقات مع، يعني كانت يعني حصلت في كامب ديفيد مع مصر، لكن كان في حرب 73 وكان في مطالبة بسيناء
وخرجت مصر من الجامعة العربية وكل هذا التاريخ اللي حافظينه، لكن اليوم أصبحت المسائل إلى هذا السوء، دعني أسميها يعني، بمعنى أن واحد بده يحسن حظوظه الانتخابية أو يعني وضعه الداخلي مثل نتنياهو يؤتى بدولة عربية لتعمل علاقات، هكذا الصورة فعلا؟ نعم هي هكذا، وفقط لأفككها أستاذ كمال. وما فعلا لفت انتباهي هو أن في خطاب السيد حسن نصر الله اليوم قام بالأحرى بنعي المنظومات الإقليمية أو الدولية، ابتداء من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وربما الأمم المتحدة وإلى آخره، ولكن لم ينعها فقط، وإنما أشار إلى معادلة جديدة وإلى معسكرات جديدة في منطقة الشرق الأوسط. وانطلاقا من هذه المعسكرات ممكن أن نفهم كل ما يقام من حيث المسرحيات السياسية والعلاقات الدولية. وهنا أقول التالي، عندما نرى أن ترامب الآن أو من هم مسؤولين عن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب قرروا اليوم الاستفادة من الخدم في الشرق الأوسط، إذا كان نتنياهو أو الإمارات أو غيرها، هم قرروا أنه في هذه اللحظة من الحملة الانتخابية ترامب بحاجة إلى دفعة معينة أو ما يسمى بالبوست. هو بحاجة إلى دفعة معنوية معينة تفيد، وبالتحديد بعد أن قام بايدن باختيار امرأة من أصول إفريقية آسيوية كنائبة للرئيس. نعم. إذن هذه مسألة تخدم ترامب بالأساس، وصحيح توصيف السيد حسن نصر الله في هذه الحالة. نعم. ولكن هناك مسألة ثانية، هذا يشير إلى الانقسامات في داخل المحور الواحد. لنذكر، هناك محور رأسه أمريكا ولكن لديه ذراعين، ذراع هو الذراع القطرية المدعومة تركيا، وتركيا هي عضو في حلف الشمال الأطلسي، والذراع الثاني هو عبارة عن الإمارات والبحرين والسعودية، وأيضا هذه الدول تخضع لنفس السيد ولنفس الرئيس. ولكن في هذا الإطار، في إطار هذا المحور، هذين المعسكرين هما في حالة نزاع مستمر، وبالتحديد منذ الأزمة الخليجية عام 2016 ومنذ المحاولة الانقلابية في تركيا ضد أردوغان، والتي وجهت في فيما بعد الاتهامات أو أصبع الاتهامات إلى الإمارات. ضف إلى ذلك أن هناك نزاعا إقليميا الآن ما بين هذين المعسكرين، أساسه وفي قلبه شيئين: الموارد الطبيعية في البحر المتوسط من تركيا وإلى ليبيا، وثانيا من الذي سيسيطر على طرق الملاحة والمعابر المائية. هذه هي المسألة الكبرى التي كل تحرك يضع كان يقع فيها. هنا كان على المستوى الداخلي، عندما انتقل الحديث عن كارثة مرفأ بيروت، كان في تصريح مهم للغاية في خطاب الأمين العام، ونعتقد أن هذا التصريح سيكون مثار جدل في الأيام المقبلة داخل لبنان وخارج لبنان، وسيكون ربما من أكثر التصريحات التي أطلقها في هذا الخطاب نقاشا. سنتابع هذا التصريح للأمين العام الذي يتحدث فيه فيما لو كان هناك مسؤولية أو ثبت بالتحقيقات أن ثمة مسؤولية إسرائيلية عن انفجار المرفأ. سنتابع ما قال. شو الموقف؟ بالحقيقة هاي الفرضية لازم يجاوب عليها كل اللبنانيين وكل القوى السياسية اللبنانية قبل ما يجاوب عليها حزب الله. أما لما بتوصل النوبة يجاوب عليها حزب الله أو تجاوب عليها المقاومة، فأنا أقول لكم من الآن أقول لكم، حزب الله الذي لا يمكن أن يتغافل عن قتل مجاهد واحد من مجاهديه، وبيوقف الجيش الإسرائيلي أسابيع على الحدود ويصر على أن يثبت المعادلة، لا يمكن أن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم إذا كانت إسرائيل قد ارتكبتها بحق الشعب اللبناني، وإسرائيل ستدفع ثمنا بحجم الجريمة التي ارتكبتها إذا كانت قد ارتكبتها، وبدون أي تأمل. أستاذ فيصل، يعني هذا لا يحتاج لسؤال، يمكن تفضل.
لا طبعا يعني انا عم بحاول استحضر بعض النكات اللي كانت رائجه في الواقع اللبناني، رغم انه الماساه كبيره، لكن اتحدث هنا عما قبل الانفجار 4 آب عندما حدث يعني التحرير، وكان هناك يعني حمله كبيره على العملاء الذين تعاملوا مع اسرائيل ودخلوا السجون، وكانت المحاكمات شبه صوريه يعني يطلع، فكانوا طبعا يعني بعض المحكومين بسرقه سيارات او مخدرات والى اخره، لما شافوا انه العماله يعني هي اخف شغله صار يقولوا يا اخي حكمونا كعملاء وطلعونا. فبلبنان الان في ناس بتستحضر الموضوع الاسرائيلي يعني وكأنها تريد أن تقول لحزب الله أنه أنت هاي إسرائيل ضربت وأنت مش قادر تعمل شيء. في ناس بيستحضروا العامل الإسرائيلي ليعزز روح المقاومة، أنه لا هذه المقاومة هي ستقوم بما هو مناسب للرد على الاعتداءات الإسرائيلية. هون لفتني أحد الوزراء السابقين، وفي من يضع العامل الإسرائيلي ليقول أنه ما كان بالمدفع هذا بسببكم يعني هذا بسببكم. لفتني يعني تغريدي أو موقف لأحد الوزراء السابقين، استنتج هو خلص التحقيق من عنده بعد كل الاتصالات التي قمت بها وما بعرف شو، تبين أن هذه الهجمة أو هذا التفجير نتيجة عمل إسرائيلي، والكل لن يعترف بهذه القضية لأنها جريمة ضد الإنسانية وما بعرف شو. طبعا كل هذا التهويل يعني الأصل فيه تسليط الضوء على حزب الله وتحميله المسؤولية، أنه ليش حزب الله ما بيعرف، ليش حزب الله ما عنده علم. حزب الله بالأول عنده أنفاق، أحد القنوات العربية تحدثت عن أنفاق، كانت عم تستعرض أنفاق غوطة دمشق وبابا عمرو، عم تستحضره من الأرض. لا قالت أنفاق تحت المرفأ، طلع الجيش اللبناني قال أنه هذا ليس صحيح. اللي بدي يقوله أستاذ كمال بهذا الموضوع انه صار الواحد انه يعني هو مخير بين اثنين، ما في اي عامل ثالث، يعني انه ممنوع تصير قضايا بالحادث العرضي، وممنوع تصير قضيه انه انت ما معك خبرها، واذا اسرائيل هي وراها يعني انت معناتها ما فيك ترد. غريب امر بعض اللبنانيين كيف بيتعاطوا مع الموضوع، علما انه هذا الموضوع لازم يوحد الرؤى، يوحد كل الجهود، اول شيء للتكاتف امام المأساة. المأساة اخذناها، طيفناها، مذهبناها، يعني بدنا نوجه اتهامات لمين من كان، علما لو كانوا فعلا هؤلاء جادين بما حدث بال2005 لنعد كيف تدرجت الاتهامات، مش هيك؟ بدأت أول شيء بالرئيس، بعدين بالضباط الأربعة، مش هيك؟ وحطوهم في السجن سوريا، يعني المسؤولين الأجهزة الأمنية، بعدين سوريا، بعدين تراجعوا رجعوا على حزب الله. الآن لا، هي الأمور أخذي أمر محدد بوجهة محددة، أنه إما حزب الله مسؤول، إما بسبب حزب الله، إما أن حزب الله بيعرف وما قال، إما أن حزب الله بده يسكت. يعني في كل هذا الذي يدور أنه لازم يكون لحزب الله أي علاقة بهذا الموضوع. أنا وهذا مؤسف، يعني كيف يتعاطى بعض اللبنانيين للتسمير السياسي. وهون شفنا كيف السيد سمير جعجع كسر الإجراءات الأمنية وإجى على الأشرفية وساحة ساسين وأعلن لجنة أعمار من عنده وعين رئيس. هذا سنتحدث عنه لاحقا، لكن أنا كنت أريد التركيز على موضوع أن 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 حزب الله الرد سوف يرد أكيد الرد، هذا محسوب بحجم الجريمة دون تأمل وبحجم ما حدث وأكثر بطبيعة الحال، لأنه هو اعتبر أنه في حكي بالرواية الأمنية أنه ليس كل الكمية تفجر. يعني أنا بدي أتوسع يعني بهذه النقطة أستاذ فيصل، لكن بناء على طلب الزملاء بدهم يعني نعرض مزيد من المواقف قد نعود للحديث عنها لاحقا. الأمين العام السيد نصر الله قال إن ما حصل في المرفأ يجعل لبنان أمام فاجعة وطنية بهذا الحجم، كان هناك مشروع لإسقاط الدولة، مشيرا إلى أن هدف المشروع كان حشد قوى سياسية للضغط على رئيس الجمهورية للاستقالة وإسقاط المجلس النيابي عمليا من خلال الاستقالات الجماعية. نتابع ما قال. شهدنا محاولة، كان في مشروع زمط منه لبنان وما عم بالغ هلا بقول معطياته، لإسقاط الدولة، مش إسقاط المجلس النيابي فقط، لإسقاط الدولة اللبنانية. كيف؟ من الساعات الأولى هناك قوى سياسية معينة ووسائل إعلام ومواقع تواصل وجيوش إلكترونية وجهت آلام، استغلت آلام الناس والحيرة العامة التي كانت قائمة وموجودة، مش بس ضد حزب الله،
خلصنا منه في موضوع الدولة. الاستهدافات كانت على الشكل التالي: العنوان الأول في الاستهداف كان العهد وفخامة رئيس العماد ميشيل عون، وشفنا استغلال كبير جدا وخصوصا في الشارع المسيحي وفي الوسط المسيحي. سيد نصر الله أكد أن مشروع إسقاط الدولة أريد له أن يدفع بالبلاد إلى الحرب الأهلية. إذا الهدف كان إسقاط الدولة، طيب في واحد براسه عقل، في واحد مخلص لناسه، لشعبه، للمنكوبين، للمجروحين، للمفقودين، للبلد اللي ناطر مساعدات، للبلد اللي ناطر تضامن أهل المناطق كلها تجي تتضامن مع بعضها وتقوي بعضها وتساعد بعضها. بيروح بياخد البلد على انهيار مؤسسات الدولة مع تجاوز لكل الحدود واللياقات وصباب وشتام لكل الرموز عند كل الطوائف، هذا ما ياخد البلد على الحرب الأهلية. هناك من كان يريد في الأيام الماضية أن يطبق مشروعا مشابها لما كان يحضر له قبل سنوات عندما اختطف رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، النائب سعد الحريري في السعودية، كان عم يخطط لقتال ولحرب أهلية في لبنان. قبل أيام أنا أتهم قوى سياسية لبنانية لمصالح شخصية ومصالح حزبية ومصالح خارجية وخدمة لمشاريع خارجية عملت من أجل إسقاط الدولة في لبنان ووضع لبنان على حافة الحرب الأهلية اللبنانية. دكتور عبد الستار قاسم في نابلس، هذا ما يتحدث عنه الأمين العام داخليا في لبنان، تحدث عن مشروع، يتحدث عن قوى سياسية تتحرك لتحقيق مشروع. لكن قبل ذلك دكتور عبد الستار، أود أن نعلق على موضوع عدم استبعاد حزب الله لفرضية أن تكون إسرائيل متورطة في انفجار المرفأ إذا ما ثبت التحقيق، ثبت تحقيق ذلك. هذا يطرح أكثر من عامل. العامل الأول عندما يقول الأمين العام بأنه الرد سيكون بحجم الجريمة، هذا يعني بأنه حزب الله ليس لديه مشكلة بالذهاب إلى رد موجع لإسرائيل قد يؤدي إلى حرب شاملة ومفتوحة، لأنه إذا بده يرد بحجم الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل إذا ما ثبتوا التحقيقات، هذا يعني أنه حزب الله يقول سندمر تدميرا كبيرا داخل الكيان الإسرائيلي. والمعضلة الأخرى أو العامل الآخر هو موضوع التحقيق، يعني طالما في محققين اليوم كما ذكر في الخطاب وكما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، محققين أمريكان وإف بي آي وفرنسيين وإلى آخره، هذا يعني أنه آخر فرضية يمكن أن تثبت في التحقيق هي أن تكون إسرائيل متورطة. طب أخي الكريم، يعني بدنا نجيب من الآخر. إسرائيل لن تذهب إلى حرب شاملة ضد حزب الله، لأنها تعي تماما قوة الحزب وقدراته وإصراره وإيمانه وانضباط جنوده وتدريبه وتنظيمه وقدرته على الاختراق، وبالتالي هي لن تغامر بهزيمة شنعاء قد تؤدي إلى انهيارها كدولة، أو على الأقل إلى تحرير بعض الأجزاء من فلسطين من شمال فلسطين. هي لن تغامر بهذا الشأن، وستجد لنفسها الأعذار المختلفة لعدم الرد على أي رد قوي وكبير يقوم به حزب الله. وأيضا إذا ثبت، ونحن يجب أن ننتظر التحقيق لأنه نحن لا نريد أن نعطي نتائج ارتجالية، نحن أصحاب علم ومعرفة ومنطق، وبالتالي ننتظر نتائج التحقيق، ولدينا ثقة بالمحققين اللبنانيين، هم لن ينحازوا لا لهذا ولا لذاك، والنتائج ستكون واضحة أمام الجمهور. وإذا حصل أن الكيان الصهيوني قد تسبب بهذا الانفجار، بالتأكيد سيكون هناك رد. الرد في الأساس سيستهدف المنطقة الصناعية في مدينة حيفا، وسيستهدف مرفأ حيفا الذي يعتبر المرفأ الرئيسي لدى الكيان الصهيوني. يعني سيكون الرد أكبر بكثير من حجم الانفجار الذي حصل في بيروت. لكن دعني أقول لك يعني شيء عن هذا الوضع لدى الصهاينة. أنا أتابع ما يكتبون وما يقولون،
هم يقولون إن حزب الله يكتم أنفاسنا، لا نستطيع أن نتحرك بحرية. ذلك الزمن الذي كان الجيش الإسرائيلي بشم الهوى في المناطق العربية يأخذ نزحة في المناطق العربية قد انتهى. الآن الجيش الصهيوني يبحث عن ما يسمى عندنا استيري، بده يكون مستور، يحاول ما يحتك بحزب الله حتى لا يرد الحزب. وإسرائيل أبد أصبحت متأكدة تماما بأن الحزب لا يمكن إلا أن يرد، وإذا لم يرد فهي تعتبر أنه هذا سيهز مصداقية الحزب، وهي ترى أن الحزب دائما حريص جدا على هذه المصداقية، سواء لدى العدو أو لدى الصديق. طب هنا دكتور، إسرائيل تحسب حساب، لكن أيضا تفضل متابعتي يا أخي الكريم أستاذ كمال، تفضل، أنه أكبر هم لدى حزب الله هو الداخل اللبناني. الداخل اللبناني لدي في هناك كثير من الناس الذين يوالون إسرائيل والولايات المتحدة ويريدون إنهاء المقاومة، وعملية إنهاء الدولة والقضاء على الدولة منذ سنوات طويلة. يعني نتذكر عام 2008 في قضية شبكة اتصالات حزب الله، وكيف حزب الله حسم المعركة بسهولة وبقوة وبجرأة حتى لا يتحول الأمر إلى حرب أهلية. وما دام حزب الله موجود، الحرب الأهلية في لبنان لن تحصل، لن تحصل إطلاقا. يعني لو هجموا على حزب الله واغتالوا منه عشرات الناس بل مئات الناس، حزب الله لن يدخل في حرب أهلية، لأنه يعرف أن الحرب الأهلية ليست هلاكا للبنان فقط، وإنما هلاكا لمنطقة عربية واسعة. اسمح لي هنا دكتور أخذ رأي دكتور مكرم خوري أيضا في هذه الجزئية وما حصل بعدها. دكتور، وأنت حتما تتابع ما حدث في لبنان بعد انفجار المرفأ مباشرة، انطلق ما يبدو بأنه حملة ضد المقاومة، رغم أنه يعني حزب الله لا كما أكد أنه لا يملك شيء بالمرفأ، ليس لديه أسلحة بالمرفأ، وأصلا طرح نظرية أنه يكون في أسلحة بالمرفأ تبدو ساذجة، ما هيك أستاذ؟ يعني أنه لدى المقاومة خطوط إمداد، يمكن باتت معروفة خطوط الإمداد من أين وكيف وإلى آخره، ووضع أسلحة في المرفأ مسألة ساذجة للغاية، لكنها طرحت مباشرة وبني عليها هجوما مركزا على حزب الله وعلى رئيس الجمهورية، على الحكومة، مطالبات بالاستقالة والآخرين، وهذا ما أعطى مؤشرات أن كان يراد أن يحصل شيء أو يتم أو يبنى على نتائج من هذا التفجير. نعم، أعتقد أن السيد حسن نصر الله كان اليوم منفتحا وشفافا فيما طرحه ومستقيما جدا، إذ أنه لم يستبعد فعلا أن يكون هذا الانفجار التراجيدي في مرفأ بيروت قد تم فعله من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه تتطلب جرأة قيادة مسؤولة لكي تشير إلى أن هذه الإمكانية على الطاولة وموجودة. وهنا أنا أستاذ كمال أفرق ما بين اللغط اللبناني الداخلي وأفهمه الذي نوعا ما هو خليط من ردود فعل الصدمة ومن الحسابات السياسية والتنافس السياسي، أفرق ما بين هذا وما بين مبنى القوة الإقليمية. وفعلا إن وأنا أقولها أنني دقائق بعد انفجار مرفأ بيروت قلت أنني أعتقد، رغم أنه ليس لدي إثباتات مادية، أعتقد أن من يقف وراء هذا الانفجار هو نتنياهو، لأسباب كثيرة ولمتابعة كثيرة يومية لطريقة تفكير وإعداد نتنياهو وصحبه. نعم. كيف يمكن أن يعني يرد فعل أو يقسم ظهر المقاومة. ولكن الذي حصل، حتى وإن كانت هذه عملية إسرائيلية، الذي حصل فعلا أن هذه العملية فشلت، صحيح أنها قتلت الكثير من الضحايا ودمرت الميناء، وهذا شيء مؤلم وتراجيدي وعبارة عن نكبة بيروتية صادمة، ولكن بالصورة الكبرى في حالة يعني هل كانت ستكون حرب أو لا، فيما لو كان رد حزب الله قبل أسبوعين على مقتل الشهيد في الجولان أم لا، إذن هذه النتيجة أتت أن
خسرت هذه مهما حتى لو إن كانت إسرائيل وراء هذه العملية، خسرت إسرائيل إذ أنها لم تستطع الاستمرار وفقا للسيناريو الذي خططته. نعم. وهو تماما، عفوا أستاذ كمال، وهو تماما ما ذكره السيد حسن نصر الله، هدم الدولة وإشعال نار الفتنة وحرب طائفية. نعم. هذه فشلت، وبالتالي فإن الكرت، كرت المقاومة، ما زال موجودا، وحفظ السيد حسن نصر الله حق الرد كما كان قبل الانفجار، لا بل بشكل أقوى. هنا قال أنه ليس أنه سيكون رد، ولكن سيكون رد على ما كان يمكن أن يكون. طيب، في أيضا أشار الأمين العام لحزب الله إلى مسألة اليوم مثار بحث أو مثار جدل في لبنان، تتعلق بنشر السفن والبوارج الحربية قبالة السواحل اللبنانية. ماذا قال حول هذا الموضوع؟ وبعده نأخذ تعليق من الأستاذ فيصل حول مجمل القضايا الداخلية التي طرحها الأمين العام في الوضع الداخلي اللبناني. نتابع. أنا أسمع أن البعض، بعض المقالات أو بعض مواقع التواصل بيحكوا عن قلق وما قلق، وفي سفينة ما بعرف إجت هون، وعسكريين ومعسكريين. ما تخافوا من شيء، ما تخافوا من شيء. من يتكل على الله ومن يثق بالله سبحانه وتعالى، من يثق ويعتمد على نفسه وعلى إخوانه وعلى ناسه، ومن جرب هذا الشعب العزيز والقوي والمقتدر والصابر والثابت والمؤمن والمحتسب والمضحي، يعني نحن بالمنطق في لبنان أقوياء وفي المنطقة أقوياء. بل أنا أقول لكم العدو هو المربك. لا، في ناس على طول بلبنان، يعني أنا من 15 سنة في بعض الصحفيين بيكتبوا على طول أنا حزب الله مأزوم، حزب الله مربك، حزب نحن لا مأزومين ولا مربكين ولا متحيرين، والمشهد قدامنا واضح، ونحن الحمد لله بعون الله تعالى وبمحبة الناس وتأييد الناس ودعم الناس، نحن وحلفاؤنا في لبنان وحلفاؤنا الإقليميون، نحن الأقوى في المنطقة ومستقبل هذه المنطقة ومستقبلنا. أستاذ فيصل، في الموضوع الداخلي، ما هي مقاربة حزب الله بناء على ما قاله اليوم الأمين العام في مجمل توصيف الوضع الداخلي ما بعد انفجار بيروت؟ هو قطع الطريق على كل المستثمرين على المستوى السياسي. المعلوم أنه لحظة الانفجار بدأت الرهانات السياسية كالعادة من بعض الأطراف التي تخاصم حزب الله، وصولا إلى أن تكن له العداء. المشكلة في لبنان ليست في الخصومة، بل في أن البعض يذهب إلى العداء ويستعمل لغة الحقد والشتم والكراهية، وهذا الجيش الإلكتروني المنتشر على كل مواقع التواصل. لا بل أكثر من ذلك، أن بعض وسائل الإعلام فعلا يعني استشهد السيد بعبارات ما كنت أصدق لأن يقولها ذات يوم، أن يخرج ويقول أن بعض شاشات التلفزة أنه بعد شوي بتشعر حالك أنه كل شوي حتبصق على البرامج المحطوطة. يعني مين كان يقصد برأيك أستاذ فيصل؟ لا، كان يقصد هو حزب سياسي وتلفزيون. يعني طبعا كان يقصد حزب سياسي بشكل واضح، وكان يقصد وسيلة القوات اللبنانية بشكل واضح، أكيد بشكل واضح، هذا ليس فيه أي لبس. لكن يعني السيد دائما يتحفظ عن ذكر الأسماء والتسميات، لكن ما كان يحدث واضح جدا. ويقصد وسائل الإعلام؟ نعم، ربما أشار بشكل واضح إلى قناة الأم تي في، يعني لم يعد هذا خافيا على أحد منذ اللحظة الأولى. وقناة الأم تي في هي تواصل هجوم واضح وهجوم كاسح على حزب الله، خلى من كل الأدبيات، خلى من كل الأخلاقيات. هلا طبعا هلا راح يقولوا لك أنه أنت عم تهاجم وسيلة إعلامية من وسيلة إعلامية. يا أخي، هذه ما بتعود وسيلة إعلامية. لما تحول وسيلة إعلامية إلى هذا النوع من الضخ، لك حتى لو كانت المنار، حتى لو كانت الام بي ان، حتى لو كانت الميادين، هذا ما بصير اعلام، هذا بصير مصنع للفتن، فرن لاظهار الفتن. لذلك عم نقول حرية الإعلام يجب أن تكون أيضا مسؤولة ومدروسة. شو آخر شيء كل هذا الذي يجري بتقوم بتحول القصة على محكمة مطبوعات؟ يعني عمليا بتجيب كم واحد بيعتصموا معك وبتطلع القصة، يعني بتنحكم ب10,000 ليرة أو 20,000 ليرة. لا. ويا دار مداخلك شر. لأعود إلى أصل الموضوع، حتى الاستثمار هذا بقرار حزبي.
هذا ولا يعني بقرار إقليمي ولا بقرار طبعاً دولي. طبعا هذا بقرار متعدد الجوانب. أيضا يعني ما فينا نغفل الجانب السعودي بالموضوع، دفع الأموال بالموضوع واضح جدا، يعني مش شغلي جديد. هلأ بفهم أنا بعض وسائل الإعلام عندها حنق، عندها غضب من هذا، لكن أن تصب جام غضبك على الدولة كأن الدولة لم تعد موجودة، يعني ما الذي تريده؟ تريد فوضى بالشارع؟ نعم. تريد أن تحاسب الناس والمسؤولين في الشارع على هذه الطريقة وبالشتائم؟ طبعا هذا الذي حصل في لبنان ليس بريئا، وليس أنه ناجم عن الغضب. الغضب شمل كل اللبنانيين، هو غضب مشروع، كل أنواع الغضب. وهذا الغضب مشروع. نحن وقفنا بوجه نيوجيرسي عندما هدمت الضاحية والجبل، يعني نذكر تماما كل هذه المآسي التي مرت على لبنان بالاجتياح الإسرائيلي بالحرب 2006. وبدي أعود إلى شيء مهم هون، بس باختصار لأنه انتهى الوقت. بأيار عندما انسحب الإسرائيلي مدحورا ذليلا ولم يستطع أن يحقق أي اتفاق، كان يراهن على فتنة داخلية لم تحصل، لكن هذا المسار كان مسار لكل المقاومات التي شاركت في العمل ضد المقاومة وتوجت بانتصار 25 أيار 2000. في 2006 كان المشروع هو القضاء على جذوة المقاومة بالعنصر الأساسي المتبقي منها والذي استطاع أن يحرر. وأيضا فشل المشروع، ذهبوا إلى 5 أيار 2008. 5 أيار 2008 لم يكن مسألة تفصيلية، وسيعيد التاريخ قراءة هذا الحدث بهذه الرؤية التي نتحدث عنها، وأشار إليها الدكتور مكرم الآن بشكل واضح وصريح. أستاذ فيصل والدكتور عبد الستار، انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل عبد الستار مدير مركز دال الإعلام لحضورك هنا في الاستوديو. دكتور عبد الستار قاسم بروفيسور في الفلسفة السياسية نابلس، شكرا جزيلا. دكتور مكرم خوري مخول مدير المركز الأوروبي لدراسات التعارف في كامبريدج من لندن، شكرا جزيلا. والمسائية انتهت. في ختامها تذكير بالعناوين: هناك معادلة حقيقية، هناك قواعد اشتباك قائمة وموجودة، نحن نريد الحفاظ عليها ونريد تثبيتها. سيد نصر الله يؤكد استمرار قرار المقاومة بالرد على استشهاد أحد مقاتليها في سوريا. وإسرائيل ستدفع ثمنا بحجم الجريمة التي ارتكبتها إذا كانت قد ارتكبتها. سيد نصر الله يؤكد أنه كان هناك مخطط لإسقاط الدولة الأسبوع الماضي، ويصف الحديث عن حكومة حيادية في لبنان بأنه مضيعة للوقت. ما أقدمت عليه دولة الإمارات هو خدمة انتخابية سياسية شخصية لرئيس ترامب. سيد نصر الله يصف الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي بأنه يثبت أن بعض الأنظمة العربية خدم عند الأمريكي، وأن توقيته يخدم ترامب ونتنياهو. لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.